الرسالات والأديان. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد، ننقلها على الهواء مباشرة من أرض الفيروز، من أرض سيناء الحبيبة. هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد تأتيكم تحت عنوان التنمية في سيناء ودور القبائل في هذه التنمية، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للقبائل العربية والمصرية اليوم في مدينة بير العبد في محافظة شمال سيناء، بحضور نخبة من زعماء ومشايخ القبائل العربية والمصرية تحت رعاية مجلس شؤون القبائل والمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، وبحضور محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية. معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الذي ننقله على الهواء مباشرة من هنا من بير العبد من شمال سيناء، كوكبة من المسؤولين ومن زعماء ومشايخ القبائل. يشرفنا سيادة اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مرحبا بسيادتك فندم. أهلا وسهلا فندم، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كما يشرفنا أيضا الشيخ حسن خلف شيخ المجاهدين بسيناء والرئيس الشرفي للمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، مرحب بك شيخ حسن. أهلا وسهلا، مرحبا. يا مرحب. كما يشرفنا أيضا، بل نحن في ضيافته وضيافة قريته، الشيخ سليمان الزملوط أمين عام المجلس ومن أبرز مشايخ سيناء، مرحب بك. شكرا ومرحب بكم. مرحبا. يشرفنا أيضا الدكتور سالم أبو غزالة نائب رئيس المجلس، مرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمحوا لنا نبدأ مع السيد الوزير المحافظ حول أهمية انعقاد هذا المؤتمر الثاني للقبائل العربية والمصرية اليوم في سيناء. هو طبعا المؤتمر اللي تم هذا اليوم نقطة تحسب لفعلا للمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، لأنه فعلا ده بيعبر على يعني من الأسلحة الرئيسية والفتاكة اللي يجب ان احنا نعمل او نعمل بها حاليا في تلك المرحلة، وخاصة في مرحلة حرب المعلومات وما يدور حاليا في بعض الوسائل الإعلام المغرضة والدول التي لا تريد لمصر المصلحة ولا تريد لمصر الاستقرار والأمان. فبالتالي أنا بقول ليس لحفة تاك، لأنه هو ده بيعبر عن أن احنا كقبائل بنحرص الحدود المصرية، بنقول أن احنا إيد واحدة، أن احنا لن نختلف على حب هذا الوطن، لن نختلف على من يحمل الراية وربان السفينة المصرية، لن نختلف، لن نختلف على قواتنا المسلحة ولن نختلف على الشرطة المدنية بتاعتنا، لا احنا في بوتقة واحدة، على صوت واحد، على وعي واحد. وبالتالي أتمنى فعلا أن المؤتمر ده يترجم إلى مؤتمر على مستوى الدولة تشترك فيه جميع القيادات، سواء السياسيين أو الشعبيين أو ذو الفكر والأراء والفنيين ومختلف الفئات، عشان فعلا نأكد للعالم أجمع ان احنا والجيش والشرطة يعني ما ينفعش ان احنا نقبل الاسم على اي حاجة، احنا كلنا ايد ثابت رقم واحد. وانا سعيد فعلا بانعقاد هذا المؤتمر اليوم داخل محافظة شمال سيناء، وطبعا في قرية الخربة لاحد قرى مراكز بير العبد. طيب شيخ سليمان الزملوط، يعني هذه المشايخ وزعماء القبائل اللي أتوا من جميع أنحاء الجمهورية واللي ما زالوا متواجدين في هذا الديوان الذي نجلس فيه الآن وننقل فيه على الهواء مباشرة هذا البرنامج، يعني كيف تصف للمشاهد الكريم حجم الإقبال من مشايخ وأعضاء وزعماء القبائل المصرية والعربية اليوم اللي كانوا في ضيافة حضرتك شخصيا وفي ضيافة القرية؟ أنا في البداية لما رحب بكل الحضور بعد رأس السيد وزير المحافظ وقيادات الجيش والشرطة، لكن العمد والمشايخ اللي بيسكنوا المحافظات الصحراوية بالتحديد والصعيد، دول مرابطين أبا عن جد على حدودهم لحماية حدود البلد. أنا على المستوى الشخصي وعيلتي وقبيلتي فخر لينا نتجمع كل العدد ده في ديواننا في بير العبد شمال سيناء. أما الفخر الأكبر
أن كل هذا التجمع تم في حب مصر، تم في حب القوات المسلحة، تم في حب الوطن ورجال الشرطة لو فيها، تم في حب أن البلد تبقى في استقرار وتنمية، تم في إرادة قوية ورغبة قوية أن احنا نكون قوة دافعة كقبائل عربية، سواء كبار شيوخ شباب نساء حتى أطفال شفتوهم في المؤتمر اليوم، قوة دفع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده بنعيش حالة ان مصر بتسترد مكانتها على مستوى العالم، في عودة قوية للأمة العربية واحنا شايفين التضامن العربي، في عودة قوية للقارة الأفريقية واحنا شايفينها بجد يعني بشكل مباشر وقوي بيصنعوا سيادة الرئيس، شايفين في عودة للمؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية، ونتعشم إن شاء الله أنه تكتمل الصورة في دول اللي بتدعي الحضارة وتدعي التقدم والتمدين. نعم. بين الرئيس وأجهزة المعاونة تنجح في نقل صورة طيبة وتوضح للعالم المفاهيم المغلوطة اللي بيحاول للأسف الشديد بعض من أبنائنا في مصر من خلال المجتمعات المؤسسة المجتمع المدني أنه تحت مسميات معينة يسيء لينا ولجيشنا ولقضائنا. فاحنا بنربى بين كل اخواننا المصريين ان يتعاملوا مع الموضوع ده بحساسيه. عفوا. نعم. الرئيس بيبذل جهد ويجب ان كلنا نبقى على نفس المستوى. النهارده يمكن سينا بالتحديد لما فكروا اخواننا في المجلس وعملوا المؤتمر الاول في شيلاتين وحلايب في البحر الاحمر. الفكره الثانيه كان سينا الكل يشهد ان فيها موجه ارهاب. فيها موجه من الفكر المتطرف. ولكن يمكن انا باكد للمشاهد احنا عندنا قد يكون في شباب غرر بيه، قد في شباب في لحظة معينة قبل يناير ترك في بطالة في فراغ فيش تنمية، فحد خده لفكر غلط وابتعد عن الاعتدال والوسطية بتاعت الإسلام. لكن احنا بعد يناير بنأكد للجميع بين يناير ويونيو الثورتين حصل فوضى، الفوضى دي جلبت لنا خراب من كل دول العالم. احنا بنعاني الآن مش تطرف ابناء سيناء وابناء مصر على ارض سيناء، لا في تطرف جاينا من افغانستان، من من داخل حدودنا فلسطين، من الصومال، من اثيوبيا، من السودان، يعني اي حد متطرف جالنا في الفتره بين يناير ويونيو. ولكن احنا دورنا احنا بنقول كلنا مع الجيش والشرطه، لكن علينا دور، علينا دور بالمعلومه، علينا دور بالبيئه الحاضنه اللي احتضنت قواتنا المسلحه في 67 73 حتى تم النصر والتحرير. علينا الآن نعمل جميعا نوفر بيئة حاضنة طيبة قوية في ظهر القوات المسلحة والشرطة. نعم. هو بصدره يحارب وأنا أحميه بظهره لا يطعن فيه ولا يؤتى من قبلنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب اسمح لي أنتقل لشيخ المجاهدين الشيخ حسن خلف الرئيس الشرفي للمجلس القومي للقبائل العربية المصرية، وقال له حضرتك النهاردة شيخ حسن في اجتماع المجلس القومي للقبائل أو في المؤتمر ذكرتنا بذكريات تاريخية عن بطولات القبائل وعن أفراد القبائل وأعضاء القبائل ومشايخ القبائل والزوجات والمرأة لدى القبائل أيضا، ماذا عن اليوم وماذا يمكن أن تقدم القبائل وزعماء القبائل وعشائر القبائل ونساء القبائل اليوم في التنمية في سيناء ولخدمة مصر عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المؤتمر الذي حدث اليوم باسم المكان، باسم أهل المكان، يسمحوا لي أن أرحب بكل ضيف أتى من الجنوب أو من الشمال من مطروح. قبل أيام كنا في شلاتين وحضرنا مؤتمرا في الجنوب، واليوم هو تكملة لذلك المؤتمر. قدرنا كبادية أننا نعيش على أطراف الدولة، وهذا قدر محمود بالنسبة لنا، وإننا واعين جدا لما يحصل حولنا في مفاصل الوطن العربي الملتهب، ونعرف أننا مستهدفين، ولكن القبائل من الوعي والانتماء والوطنية ما يجعلهم يتدارسون ويتحدون لمنع أي اختراق لبلدنا العزيز مصر. القبائل في سيناء لها تاريخ مشرف مع القوات المسلحة، وبالمناسبة القوات المسلحة وشرطتنا كانت حاضرة في شلاتين وكانت حاضرة اليوم في شمال سيناء، وشرطتنا ما عليها إلا أن تبتسم قليلا في وجوهنا، فإذا ابتسمت أحببناها، وإذا أحببناها كنا يدها وعينها. هذا واضح. أرجو أن تترسخ هذه الثقافة الجديدة بين الشرط والمواطن. أهل سيناء لهم تاريخ،
اسمحوا لي، انا لست من ابناء هذه القبيله، انا من قبيله السواركه في الشرق، ولكن هذه القبيله بالذات بموقعها الجغرافي، او قبائل مركز بئر العب بموقعها الجغرافي غرب قناه السويس، كانت المحطه الاخيره لوصول الجنود في 67 المنسحبين. اذكر ويا ليت هناك فيلما وثائقيا يوثق للاجيال لكي تعرف ما حدث. كانت المخابرات الحربية ترسل لنشات الدقيق ليلا إلى ساحل هذا البلد أو هذه القرية، ويأخذها الناس ويوزعوها على البيوت، وتجلس كل امرأة خلف النار تعجن وتخبز لكي توفر رغيف لجندي آتي من الصحراء. هذا هو حبنا للجنود، حبنا لهم منذ عام 67 التحمنا معهم. وهذه القبائل هنا في برعد بالذات كانت هي الغابة التي كنا نختبئ فيها نحن منظمة سيناء العربية، وكانت تقدم لنا كل العون وكل المساعدة ولا تبخل علينا بشيء، ولم يخرج فيهم أيام الاحتلال منحرف واحد أو خائن واحد. هذا الكلام لابد أن يوثق. نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي أن نثق فيك إنك صادق، وإنك أحببتنا، وتأكد تماما يا سيادة الرئيس أننا لن نتخلى عنك ولا عن وطننا. وعلى رأي مثل أن قبائل الجنوب والشمال هم حدقتي العين، ومصر هي العين بينهما، وإن شاء الله لن يصيبها الرمد أبدا ما دمنا على الأطراف. كلمات معبرة ودقيقة. دكتور سالم أبو غزالة نائب رئيس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، لا شك أنه انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس هنا اليوم في مدينة بئر العبد في شمال سيناء لا يخلو من رسائل عديدة، ما أبرز هذه الرسائل؟ والله طبعا يعني احنا بالنسبة للمجلس القومي للقبائل العربية جاء اليوم بجميع قياداته وليقدم التهنئة بالنسبة لهذه الفترة المباركة ان شاء الله ايام رمضان المبارك، ونقول ان احنا يدنا في يدكم، احنا القبائل العربية موجودة على الساحة سواء كان في على الحدود شمالا او جنوبا او شرقا او غربا، بتحمي هذا الوطن الغالي على نفوسنا جميعا. احنا النهاردة جينا نبلغ رسالة ان القبائل العربية موجودة وقادرة على دفع هذا الضرر وهذا الذي ألم بالوطن من جراء إناس لا يعرفون الله ويخالفون شرع الله ويجعلون الإرهاب شريعة لهم هنا في سيناء. نحن في ظهر جيشنا العظيم وفي ظهر شرطتنا الباسلة الشريفة القوية، إن شاء الله نحن تحت راية هذا الوطن وتحت زعامة ابننا العزيز والغالي على نفوس المصريين جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل الذي صنع معجزة بكل الإمكانيات، فلازم الشعب تتضافر قواه مع قوته في أن احنا نطلع من هذه الأزمة الخانقة وهذا الإرهاب الأسود الذي ألم ببلدنا. الرسالة الأولى لأبناء سيناء، احنا بنقول انه المجلس القومي بجميع قبائله معكم قلبا وقالبا، اليد على اليد والقلب على القلب لدحر هذا الإرهاب، هذه واحدة. الرسالة الثانية نوجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعود إلينا بخير إن شاء الله، نتمنى له الصحة وموفور العافية في أن يتقدم بمصر ويتخذ القرارات العاجلة والفورية لرفعة مصر، ونحن معه وفي ظهره نؤيده في كل ما يتخذه من إجراءات لرفعة هذا البلد وأن تعود مصر قائدة للدول العربية إن شاء الله. يمكن من أهم المشروعات التي تحمس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان مصرا على إنجازها وهي تخدم عموم مصر وأبناء سيناء بصفة خاصة هو مشروع قناة السويس، والذي مررنا بها اليوم ومن رآه لأول مرة اندهش وصفق وكادت عيناه أن تدمع زي حالاتي يعني، ولا أخجل أن أقولها من شدة الإعجاب ومن فرط الإعجاب أنه تم شق هذا الممر وهذه المياه تدفقت في الصحراء بسرعة وبإنجاز وهمة عالية. عشان كده بسأل سيادة الوزير المحافظ اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور على أهم المشروعات اللي بتشهدها سيناء عموم سيناء وأبرز المشكلات اللي بتواجهها.
يعني حضرتك لو تكلمنا عن طبعا معلش عقب الكلام اللي حضرتك قلته بالنسبة لقناة السويس الجديدة، ده طبعا ده تبقى نقلة، يعني نقول ايه، نقلة مش حضرية كمان، نقلة يعني عالمية، لان ده شريان رئيسي قناة السويس من السنين اللي هي متواجدة فيها وبتربط الشمال بالجنوب بساعة معينة بتوقيتات محددة. فلحضرتك اما تلاحظ ان هذا التوقيت 18 ساعة بقى وثلاث ساعات، انا كدولة بستفيد، المستخدم او صاحب الناقلات نفسها او العابرات اللي بتعبر ده برضو بيستفيد، بيقلل الزمن، الدول اللي هي بتروح لها اللي هي بتستورد او بتصدر برضو بيبقى فيه عائد مادي. ده طبعا مكون كبير جدا، يعني يشغل عمالة كبيرة جدا، هيساهم في القضاء على المشكلة المزمنة اللي عندنا هي مشكلة البطالة، لأن هي مش معنى حفر قناة السويس جديدة بقدر ما هي القناة الجديدة بالإضافة إلى التنمية لمحور قناة السويس. وهنا أنا بتنقل بقى في الحالة دي أما أقول محور قناة السويس، أن لو تكلمنا عن التنمية في المحافظة، فمن الحاجات الرئيسية في تنمية محور قناة السويس واللي هيبقى فيه نصيب للمحافظة فيه اللي هو تطوير ميناء العريش. فإحنا عندنا ميناء العريش حاليا بيستوعب حاملات لحمولة حوالي 15 طن. بالتطوير والتوسيع حضرتك ده هيبقى الغاطس بتاعه ضعف ما هو موجود حاليا، فيستقبل في حدود حوالي 30,000 طن. طب ده الساعة دي هتفيدنا في ايه او العائد بتاعها في ايه؟ العائد هنا ان انا هبقى نقطة تواصل او ارتكاز هربط بين الشمال ممثل في شرق اوروبا، وممكن اربط في الحالة دي مع الجنوب ممثل في دول الخليج، وعندي في نفس الوقت اللي هي الثروات المعدنية اللي موجودة. في نفس الوقت احنا الحمد لله يعني حصلنا على تخصيص لمنطقة صناعات ثقيلة في وسط سيناء حاليا بالإجراءات النهائية لاستخراج القرار الجمهوري لإنشاء تلك المنطقة. فبالتالي مع تطوير القناة، تطوير الميناء العريش، فهنا هيبقى الصناعات اللي هتقوم في الوسط سواء إذا كانت صناعات كيماوية ممثلة في سلك الصوديوم أو الحاجات اللي خاصة بالزجاج وخلاف، حوالي 9 مصانع رأسية أو مجمعات صناعية هتنشأ على 13 خامة اللي موجودة. فطبعا ده هيبقى نقلة اقتصادية كبيرة واستثمارية كبيرة، نحن هنقدر بدل ما كنت بصدر خام، لا ده أنا بصدر الخام حولته إلى منتج صناعي داخل مصانع في وسط سيناء، وبقدر أصدر سواء في الشمال أو في الجنوب. حضرتك التنمية برغم الظروف طبعا اللي احنا متواجدين فيها، ولكن التنمية لم الحمد لله يعني لم تتأثر. عندنا حضرتك الطرق، شبكات الطرق حاليا بنعمل في نستكمل طريق راس النقب كونتيلا، بنستكمل كل الطرق الرابطة اللي هي الإقليمية زائد الطرق الداخلية. يعني عندنا على مستوى مدينة العريش في حوالي استثمار لحوالي 35 مليون جنيه للشوارع، لرصف الشوارع الجديدة أو التوسعات الجديدة داخل مدينة العريش. لو حضرتك هنتكلم عن قطاع مثلا زي قطاع الصحة، احنا حاليا احنا بنتكلم مع حضرتك في استثمار ولإنشاء 3 مستشفيات مركزية، مستشفى في رفح، مستشفى في نخل، ومستشفى في يعني مدينة بير العبد اللي هو القرية تبع المركز بتاعها. المستشفيات دي حضرتك تم الانتهاء من العملية الإنشائية لمستشفى نخل ومستشفى رفح، وحاليا حوالي 40% من العملية الإنشائية داخل بير العبد. ده إن شاء الله مستهدف إن نهاية هذا العام يكون 3 مستشفيات إن شاء الله تم العمل فيهم. حضرتك في 25/4 احتفال 25/4 احنا افتتحنا التطوير المرحلة الأولى من مستشفى العريش، أضفنا فيها 100 سرير إضافي، 100 سرير مجهز، أضفنا فيها 34 سرير عناية مركزة، أضفنا فيها 4
غرف عمليات بالإضافة للثلاثة في المستشفى، يعني 7 غرف عمليات. افتتحنا بنك الدم الإقليمي، وده أول مرة أن يتواجد بنك دم داخل المحافظة. افتتحنا 5 وحدات صحية، منهم 2 وحدة صحية داخل مركز بير العب. افتتحنا حضرتك وبننشئ، مش افتتحنا ووقفنا لا، وبننشئ نقط إسعاف. وفي الحقيقة مرفق الإسعاف هنا من المرافق المميزة، لأن احنا قدرنا الحمد لله نغطي شبكة الطرق داخل المحافظة كلها بمرفق الإسعاف، حوالي 86 عربية زائد 4 عربات طوارئ مجهزين ب4 سراير، يعني بنتكلم في 90 عربية سائقين ومسعفين على درجة كبيرة من الوطنية. أي حدث بيحصل قبل ما عنصر الأمن بيروح الحدث بيكون فرد الإسعاف والمسعف في المكان لنقل للأفراد. ده بس بنتكلم على قطاع زي قطاع اللي هو الصحة. لو اتكلمنا على حضرتك قطاع المية، قطاع المية ويمكن دي يعني هدمكها بقى في المشكلات، حضرتك قلت هنتكلم عن المشكلات، طبعا دي مشكلة رئيسية عندنا هنا، لأن المية عندنا مياه منقولة من الأنطرة غرب ثم الأنطرة شرق، وبعدين لمسافة حوالي 220 كيلو لحد رفع، في تعديات كتيرة جدا على خط السير. مستهدف المفروض يجي لي 90,000 متر مكعب مية العريش، بيوصل لحوالي 40 أو 45، أقل من نص من قصرة التعديات. ورغم كده طبعا بنطلع بحملات من الجيش ومن الشرطة، ويبقى فيه مخالفات والناس بتتحاسب، ولكن يعني برضو اللي بيخالف بيبقى متعود. لكن احنا ان شاء الله يعني مستمرين في اعمال المتابعة. طيب المشكلة دي هل هي مشكلة يعني الخطوط الناقلة؟ لا طبعا، عشان البؤر الإرهابية وخاصة في مركز شيخ زويد ومركز رفح، فأصبح برضو في استهداف لعربيات الفناطيس المية اللي هي بتنقل المية. احنا في الحقيقة المشكلة دي حاليا بنغطيها، وخاصة لمدينة العريش، لأن مدينة العريش في توسع سكاني فيها، ان احنا حاليا في 4 محطات تحلية، كل محطة قدرتها الانتاجية 5000 متر مكعب في اليوم. ان شاء الله على في شهر اكتوبر هيتم افتتاح اول محطة، وفي النص الاول من سنة 2016 هيكون الثلاث محطات ان شاء الله انتهم. يعني العريش هتغذى بحوالي 20,000 متر مكعب اضافي من المية. الشيخ زويد في 4 محطات تحلية ابار تم تواجدهم، وحاليا بنوصل لهم الكهرباء عشان تبدأ تنتج المية بتاعتها حوالي 250 متر مكعب في اليوم. في محطة تحلية في الشيخ زويد بقدرة 5000 متر مكعب، تم إضافة واحدة تانية القوات المسلحة بتقوم حاليا بعملية الإنشاء عشان نزود القدرة المائية للمركز. بدل ما يبقى 5 يبقى 10,000. الحقيقة بشريات يعني أنا عارف واضح أنه لسه في كتير حضرتك عايز تقوله، إنما هي يعني بشريات عظيمة وجهد مبذول. خليني أسأل عليه المشايخنا الشيخ سليمان زملوط، يعني بشريات كتيرة قوي بتخليني أسأل كيف يرى أبناء القبائل سيناء بين الأمس واليوم والغد في ضوء هذه المشروعات، وإيه الدور اللي ممكن يلعبه أبناء القبائل في مساعدة الدولة في التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة هذه الأيام لسيناء؟ والله هو بين الأمس واليوم والغد، السؤال ده بيخلينا وجه رسالة للشباب في هذا اليوم. يعني احنا كنا في 67 كنا أطفال يعني، وكنا بناخد جركن مية كل أسبوع، وبنمشي المدرسة الإعدادي 12 كيلو والمدرسة الابتدائي 5 كيلو. النهاردة أضرب مثال بالقرية عشان أوري الشباب بس الأمس واليوم. أنا في قرية فيها مدرستين ابتدائي، واحدة إعدادي، واحدة ثانوي، واحد معهد أزهري، وفيها كل مرافق اللي حددها الدولة في التنمية المحلية من صحة لشباب لبيطري وزراعة لكل، وفيها معهد جامعي، معهد عالي لجامعة قناة السويس. النهاردة أنا أيام كان أبويا وعمامي وأهلي كنا الوطن أغلى من التنمية. شبابنا اليوم من دول عنده الوظيفة والعمل أهم من الوطن، فبقول يا شبابنا صححوا مفاهيمكم، الدولة عليها ترعى الشباب، عليها توفر فرص عمل،
ولكن ما تخليش دايما الحاجة هي اللي تفرض عليك حب الوطن أو لا حب الوطن، ده حاجة أمر غريب. ولكن أنا ببشر كل إخواننا ورئيسنا وجيشنا وشرطتنا إن شباب سينا بخير. وأنا يمكن في ملاحظة النهاردة لقيت الشباب كلهم عاملين بانر على حسابهم فرحانين بالتضامن العربي. نعم. فاللي فرحان بالتضامن العربي تتخيل مشاعره إيه بالنسبة للوطن؟ هو بيرى في إن الصورة المعبرة اللي يمكن شفتوها كلكم بتجمع بين السيد الرئيس نعم وخادم الحرمين وأمير الكويت وأمير قطر أمير الإمارات رئيس دولة الإمارات وملك الأردن، الصورة دي جوا الشباب بتعني حب الوطن، بتعني حب الريادة لمصر. طيب. فهم بيحبوا وطنهم. نعم. فأنا بقول للدولة إحنا المطالب ممكن تبقى كتير والدولة بتبجد تبذل جهدها والشاب عاوز الحاجة اللي تخش بيته وجيبه، عايز الوظيفة وعايز فرصة العمل. نعم. الخدمات والتنمية هتبقى للمستثمرين. نعم. بتفيد مباشر. أنا بقول للدولة في عبارة مختصرة أجهزتها كتير وإحنا عندنا جهاز المخابرات الحربية وكل أجهزة علاقتها بناس بنا قوية، لكن من خلال الحروب من خلال الاحتلال من خلال الانتصار تولدت علاقة قوية مع المخابرات الحربية وبذات الخدمة السرية مع أبناء القبائل. فبقول يا ريس ادي الملف في المخابرات الحربية وهم يناقشوا مشاكلهم بهدوء ويحطوا دراسات ويتعاملوا مع السادة المحافظين مع السادة الوزراء ومع الحكومة واللي نرى منه صالح وعاجل ننفذه ونرى نتعارض مع ثوابت الدولة واستقرارها نؤجله. فأنا دي رسالتي للشباب وأتمنى أن الشباب يستوعب هذه الرسالة والخير قادم إن شاء الله. إن شاء الله وصلت رسالة شيخ حسن. تاريخ طويل حضرتك، ما أقدرش أختم برنامج قبل ما أسمع منك رسالتك إيه في هذا اليوم بعد هذا التاريخ الطويل اللي عشته في سيناء. رسالتي أكرر ما قلته قبل سنوات، أجمع الساسة والعسكريون أن سيناء لو كانت معمرة ما احتلت قناة السويس، أن سيناء لو كانت معمرة ما اضطررنا لتهجير أهالي مدن القناة. بدأت الأنظمة السابقة في عمل بنية تحتية بعض الشيء وتركتها لأسباب نجالها تماما ولم يجبنا أحد على ذلك. اليوم نقول ما كررناه بالأمس أن تنمية سيناء هو مطلب قومي وليس من أجل أبناء سيناء، مطلب قومي من أجل جمهورية أمن جمهورية مصر العربية. صحيح أن بعض المناطق في سيناء وهي قليلة والحمد لله، حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له، نريد فيها أننا مطمئنين أولا حتى نصحو مبكرا ونصنع التنمية. نعم. قريبا إن شاء الله لن تطول هذه المحنة وست في 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 حياتكم القريبة جدا، ربما في الشهور القادمة إن شاء الله ستزورونا وإن شاء الله وإحنا على الحدود الدولية نتغدى ونتذكر كل الأيام اللي فائتة بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور سالم، كلمتك اللي ممكن تقولها عن المجلس القومي للقبائل ودعمه لسيناء في هذه المرحلة الدقيقة. أولا المجلس الأعلى المجلس القومي للقبائل العربية جاء ليعضد العلاقة ما بين القبائل العربية والمؤسسات الدولة بشكل كبير جدا، والحقيقة المجلس قام بعدة مشروعات وعدة أفكار طرحها في الفترة القادمة إن شاء الله ستطرح فكرة للشركة مساهمة ستطلق في الفترة القادمة برأس مال كبير جدا يخدم أبناء سيناء وأبناء مصر كلها. أنا عاوز أقول بس في النهاية رسالة إلى السيد الرئيس أن سيناء تحتاج إلى تنمية، مزيد من التنمية، والحقيقة أنه سيناء مليئة بالخيرات ومليئة بالخير في قلوب أبنائها ونحن معهم وإن شاء الله منتصرون على الإرهاب ومنتصرون على كل شيء إن شاء الله. سيادة اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور، كلمتك الأخيرة اللي ممكن تقولها لأبناء سيناء ولأبناء مصر في مثل هذا الظرف اللي بنعيشه. أنا بقول الظرف اللي احنا فيه لازم نعيه تماما، احنا مش عايزين يبقى المناخ اللي حوالينا دلوقتي مناخ ليه انه يفرقنا او يضعفنا. احنا عايزين ناخد ما تم اليوم في قرية الخربة بمركز بير العبد بشمال سيناء قدوة لينا ان احنا نكون كلنا ايد واحدة، ان احنا كلنا نكون على رأي واحد على كلمة واحدة. لازم نكون مقتنعين تماما ان كل اللي بيجرى حوالينا وداخلنا دلوقتي هو هدفه هدم الدولة المصرية. فمن يقبل من ترك شهامته
ومن ترك كرامته ورجولته، وإذا أراد أن يهان في وطنه فليخرج من هذا الصف. المطلوب أن احنا نكون كلنا في بوتقة واحدة في صف واحد، ونكون ناعي تماما أن الهدف اللي كل اللي بيجرى حوالينا وداخلنا هو هدفه إرقاع الدولة المصرية اللي عمرها لن ترقع، بل إن شاء الله ستكون صخرة ينكسر عليها كل معتدي وكل غاشم وكل من تسول نفسه المساس بتلك الأرض الطاهرة. سيناء يعني سيتوفر فيها فرص عمل لأبناء الوادي بجانب إخوانهم وأشقائهم من أبناء سيناء، نظرا لهذه الطفرة الهائلة في المشروعات فيها في المستقبل إن شاء الله؟ إن شاء الله. وإحنا حاليا يعني بنقول طبعا يعني يمكن كانت من المشاكل الأساسية وما زالت يعني اللي هو توفير فرص العمل لشبابنا من شمال سيناء، ويمكن إحنا عن طريق بعض الوظائف اللي بنجيبها بنخلق يعني إحنا في خلال السنة بالضبط يعني 2014 حتى الآن وظفنا 700 وفي حاليا 900 في مسابقة لمساعد معلم، يعني حوالي 1600 فرصة عمل داخل شمال سيناء. ولكن بإن شاء الله افتتاح ترعة السلام ويعني دفع المياه في ترعة السلام بالمنطقة الصناعية في وسط سيناء بالتطوير ميناء العريش. ونسيت أقول لحضرتك طبعا أن من الحاجات الأساسية اللي موكلة للفريق أسامة عسكر من القيادة السياسية اللي هو التنمية وخاصة التنمية الزراعية. احنا بنتكلم يمكن دلوقتي تم رفع واختيار حوالي 4000 فدان في شمال سيناء. السيد الفريق أسامة عسكر ومجموعة العمل اللي موجودة معاه بتدرس هذا الكلام لأنها يتم استصلاحهم وعمل مشاريع إنتاجية زراعية داخل تلك المساحة، وده هيوفر فرص عمل طبعا. طبعا طبعا إن شاء الله. أنا في النهاية بشكر سيادتك شكرا جزيلا، سيادة اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، على تشرفنا في هذه الحلقة من المشهد. شكرا لحضرتك. احنا اللي تشرفنا بيكم ويوم لن ننساه إن شاء الله يعني. إن شاء الله يا رب ولن تنسى مصر لهذا الحب الذي بدأ في أبناء سيناء ومشايخ وعواقل القبائل في مصر عموما لأبناء سيناء ولمصر. كما أشكر الشيخ حسن خلف شيخ المجاهدين بسيناء الرئيس الشرفي للمجلس القومي القبائل العربية والمصرية. شكرا جزيلا شيخ حسن. شكرا يا فندم. شكرا يا حبيبي. شكرا. للقاء إن شاء الله. وأشكر الشيخ سليمان الزملوط أمين عام المجلس ومن أبرز مشايخ سيناء وكنا هنا اليوم في ضيافته. شكرا جزيلا شيخ سليمان. أنا اللي شاكر ليك ولكل العالمين كلهم، وبطالب الإعلام المصري الخاص والعام أنه يبقى على مستوى العالم الوطنية زي ما تعودناه أنه يدافع عن وطن، وبلاش التطرف الفكري وتطرف الدين. كما أشكر الدكتور سالم أبو غزالة نائب رئيس المجلس. شكرا جزيلا دكتور. أنا شكرا جدا، بس أنا عاوز أوجه الشكر لأهل سيناء والشيخ سليمان في ضيافته النهاردة ومعالي الوزير، وعاوز أشكر جهاز الخدمة الوطنية في الجهاز القبائل في نعم. المخابرات لأنه نعم. بيبذل جهد كبير جدا معانا نعم. وأشكرك جزيل الشكر سعادة الدكتور. شكرا يا فندم. شكرا. ومشاهدينا الكرام حتى نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد، لكم تحياتي وتحيات أسرة هذه الحلقة سواء من التي أنتجت الحلقة من هنا من مدينة بير العبد في شمال سيناء على لواء مباشرة، أو من استوديوهات قناة النيل للأخبار في القاهرة. فإلى زملائي الآن في الاستوديو وإلى اللقاء في حلقة قادمة.